إلى ديالى، حيث خرج عشرات طلبة المدارس في تظاهرة احتجاجية في شوارع مدينة بعقوبة. مراسل الرشيد قال إن الطلبة قاموا بقطع عدد من الطرق بينها جسر الجمهورية عبر حرق الإطارات في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الشعب المشروعة، مؤكدا عزم الطلبة على الاستمرار في الإضراب عن الدوام حتى تحقيق المطالب. بعد 3 شهور من الوقفة الاحتجاجية بساحات التظاهر، اضطرينا اليوم نقطع الجسر الجمهورية الرئيسي بمحافظة ديالى، لأن ماكو إذن قاعدة تسمع مطالب الشعب اللي يريدها، واحنا ما نريد شيء ترى، هو كل اللي يريده رئيس وزراء غير متحزب مستقل، يسمع الشعب ويشيله من البؤرة اللي هو قاعد بها، يعني احنا هسه مستقبل ما عندنا مستقبل، احنا مستقبلنا مجهول، احنا هسه انا دا ادرس ما ادري وين راح اوصل. اليوم انتهت مهلة الحكومة، احنا من محافظة ديالى، انتهت مهلة الحكومة صارت 3 شهور، كل شيء ما سووا، اليوم نبقى صادين الشارع، والشارع يبقى مسدود. لا مطالب حققوا، لا أي شيء سووا لنا من طلعنا لحد الآن، وبالنسبة للدوام يعني جت الامتحانات نص السنة ولحد هسه ما ماخذين أي شيء بالمادة، ما داومنا تقريبا 3 أيام بالسنة أو أقل من 3 أيام. ويا الناصرية احنا زين، واحنا كليتنا طلعنا تضامنا ويا أهل بغداد وأهل الناصرية وأهل البصرة. يعني التستهزاب دم المتظاهر ليش؟ إلى متى؟ إلى متى يا أخي؟ الناس ما تريدكم، الناس ما بعد ما ترغبكم. إلى يعني المرجعية قالت يا ناس يا عالم المتظاهرين راح يصعدون من تظاهراتهم، اللي وين نوصل بعد يا اخي؟ ما نريدك انت، اللي وين تظل هيجي؟ نطلع معدل 80 ما تتعين، تطلع 90 ما تتعين، الا كليات اهليه، شنو السبب هذا؟ يعني اكو يعني هسه الطلاب ما عندهم امكانيه ضعيفه، يعني هسه مثلا اكو طلاب كان طلاب هوايه يروح يزوم، طلع 80 وين يريد يروح؟ وين يروح؟ يروح عماله.